يسعد، ما زلنا في الرياضة حيث تتجه الأنظار إلى استاد لوسيل الذي سيشهد مواجهة منتخب الأرجنتين أمام منتخب هولندا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022. المزيد من التفاصيل يا سادة في التقرير التالي فلنتابع. سيكون عشاق الساحة المستديرة على موعد بعد قليل مع مباراة الأرجنتين ضد هولندا ضمن منافسات دور الثمانية من نهائيات كأس العالم في قطر 2022. وتأهل منتخب الأرجنتين لدور الثمانية بعد الفوز على منتخب أستراليا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات دور 16، فيما تأهل منتخب هولندا بعد فوزه على الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وكان منتخب الأرجنتين قد تصدر المجموعة الثالثة في الدوري الأول على حساب منتخبات السعودية وبولندا والمكسيك، كما تصدر منتخب هولندا المجموعة الأولى في الدور الأول على حساب منتخبات قطر والسنغال والإكوادور.